كل تضامن مع الرجل المغربي. إهانة الرجل المغربي خط أحمر. واش اللجنة مازال كتعدل في مدونة الأسرة ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي كتصدر أكاذيب خطيرة؟ أستاذة فاطمة العبوس، رئيسة اللجنة المكلفة بالدفاع عن الرجال المعنفين ومراقبة عامة بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، اليوم كنشاهدوا واحد الحملة هستيرية غير قانونية وشرسة ضد الرجل المغربي. احنا اليوم كمنظمة حقوقية وكلجنة ديال الدفاع عن الرجال المعنفين كنشوفوا ان بعض المواقع التواصل الاجتماعي خدات هذا الموضوع باستهزاء، وبلا ما يحسوا المغاربة ان هاد المواقع الاجتماعية كتدمر في العائلات، تخريب البيوت المغربية بسياسة ما كنحسوا بها لحنا لا شي واحد. ولكن اليوم حنا كنقولوا ان الرجل المغربي كتبقى ديما عنده المكانه ديالو كيف ما كان يكون، وصاحب الجلاله الله ينصره قال انه لن يحرم ما حلل الله ولن يحلل ما حرم الله. دونك اليوم اللي حنا هاد المواقع، بعض انا كنقول بعض المواقع الاجتماعيه اللي خرجت كتقول ان كذا وهادي وهادي، راه شوف ما هادشي عيب وعار، لان الرجل راه فيه الاب ديالنا وفيه الاخ ديالنا وفيه الابن ديالنا وفيه الزوج كذلك. دونك الاحترام ديال الرجل واجب والاحترام ديال المراه واجب كذلك، ولكن ما ناخذوهاش باستهزائيه وناخذوها ونخليو الاعداء يلقاو منين يدخلوا لينا باش يبقاو يهضروا على هاد المواضيع التافهه. واليوم اللجنه المكلفه اللي صاحب الجلاله نصره الله وايده ما غاديش يسمح انه يهين الرجل المغربي ابدا، ما يمكنش هادشي يكون ولا غيكون ابدا. دونك اليوم حنايا كمنظمه مغربيه وكلجنه مكلفه بالدفاع عن الرجال المعنفين درنا البلاغ ديالنا وحطيناه، لان ما يمكنش حنايا نرضاو ان الرجل المغربي تهان وتهان الكرامه ديالو. حنا كمنظمه وكلجنه مكلفه بالدفاع عن الرجال هادشي مازال ما خرجش الحيز التنفيذ، يعني هذه اللجنة الحمد لله دارها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، غادي تقوم بالواجب ديالها وغادي تصدر ما يمكن إصداره في المعقول، في حدود المعقول. يعني هذه اللجنة ماشي غادي تجي باش تهين الرجل المغربي ولا تأيد المرأة على الرجل المغربي، هذا لا يعقل. ما خلاوش لنا للأصول ديالنا ولا الجدود ديالنا، الجذور المغربية ديما الاحترام الرجل واجب. هاد الإشاعات ديال حول مدونة الأسرة هادي مجرد أكاذيب، وما كاين لحد الآن ما كاين حتى حاجة خارجة الحيز التنفيذ. اللجنة مازال خدامة، نخليهم يخدموا وما نحاولوش نديروا واحد البلبالة وواحد الإشاعات حنا غينا عنها. والحمد لله الرجل المغربي لن يهان ما دام الإسلام على أرض الواقع وما دمنا احنا مسلمين. والرجل الأول العظيم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده ما عمره غادي يقبل بإهانة الرجل المغربي. وكرئيسة اللجنة المكلفة بالدفاع عن الرجال المعنفين التابعة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كنعلن تضامن لا مشروط مع جميع الرجال المغاربة. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار.